وصل القيادي في تحالف القوى الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن مشاركة أهله في صلاح الدين الظروف الإنسانية التي فرضتها إجراءات الوقاية من كورونا لتحمل معها ما يخفف عن العوائل المحتاجة ويعينهم على عبور هذه الأزمة وهم مرفوعي الرأس. وسارعت لجنة الدعم اللوجستي برئاسة الأستاذ شهاب الجبوري لإيصال هذه المساعدات لعشرات العوائل الذين قدموا شكرهم للزعيم أبو مازن لمتابعة أوضاعهم في السراء والضراء. أشكر أبو مازن على المساعدات هذه اللي يساعدون الفقراء، الناس ما عندها تعبانة كدنهم، ورحم الله والديكم وجزاكم الله خير. الرحمن الرحيم، نشكر الاستاذ الدكتور احمد عبد الله عبد ابو مازن والاستاذ شهاب على ايصال المساعدات الى ابعد نقطه محافظه صلاح الدين الى العوائل المتعففه، والعوائل تدعو للاستاذ ابو مازن بالصحه والتقدم، واللهم احفظ عراقنا وابعد عنا شر وباء كورونا. جزاه الله خير ابو مازن، جاب لنا مساعدات، فما عندنا كل شيء، بالله ما عندنا كل شيء، ولا نقدر نروح ولا عندنا فلوس نروح نجيب مسواك، الله يحفظها وجزاها الله خير. طبعا نشكر ابو مازن على المبادره الطيبه، وطبعا نشكر الاستاذ ابو سفيان سفير الانسانيه. بارك الله بي ابو مازن ورحم الله والديه، ساعد العوائل الفقيره. نشكر الزعيم ابو مازن على تقديم المساعدات. نقدم شكرنا وتقديرنا إلى الزعيم أبو مازن رئيس ائتلاف حزب الجماهير العراقية، فهذا الرجل له خير على هذه المناطق منذ 4 أعوام، ويقوم بتقديم المساعدات إلى هذه المناطق. حال ظهور الوباء الذي شن على العالم أجمع، قام الدكتور أيضا وهو سباق بالخير بتقديم هذه المساعدات لهذا اليوم إلى هذه المنطقة، وأنا نيابة عن أهالي هذه المناطق أقدم شكري وتقديري إلى الزعيم أبو مازن.